كانت البداية لما توصل العالم العربي الحسن بن الهيثم وهو داخل السجن لقوانين الضوء، لما لاحظ ان الضوء لما بيدخل من خلال ثقب في جدار السجن وسقوطه على الجدار المقابل بيحمل معه صورة غير حادة الملامح ومقلوبة لشجرة. قام ابن الهيثم بتسجيل ملاحظاته ووضع قوانين الضوء ودونها في كتاب المناظر، ودونها تحت اسم القمرة وتعني الغرفة المظلمة ذات الثقب الواحد، ومن كلمة كمرة اشتقوا كلمة كاميرا. في عام 1724 اكتشف العالم جوهان هاينريش ان نترات الفضة بتتفاعل مع الضوء مكونة صورة، لكنها بتتلاشى بعد فترة صغيرة. وفي عام 1826 تم التقاط اول صورة في العالم على يد جوزيف نيتش في مدينة جراس في فرنسا باستخدام إجراء يسمى فيولا التصوير، باستخدام كاميرا مظلمة وصفيحة معدنية ومادة البوتومين. واعتبرت هذه الصورة أول محاولات إنتاج الصور الفوتوغرافية رغم أنها كانت تتطلب التعرض للضوء لمدة 8 ساعات. تم اختراع أول طريقة تصوير عملية في عام 1833 على يد لويس داجير، ابتكر عملية أطلق عليها الديجارية والتي تتطلب التعرض للكاميرا لبضع دقائق كي تنتج صورة واضحة وبتفاصيل دقيقة. قدمت بشكل تجاري ويعتبر عام 1839 تاريخ ولادة التصوير العملي. وفي نفس العام تم التقاط أول صورة للإنسان في تاريخ البشرية، على الرغم أن التعريض للكاميرا استمر 7 دقائق وكان الراجل واقف كل المدة دي بدون حراك. أما أول سيلفي فكان عام 1839 لرجل اسمه روبرت كورنيلس. أول صورة فوتوغرافية لمصر هي لقصر حريم محمد علي باشا بقصر رأس التين بالإسكندرية، واللي تم التقاطها في 7 نوفمبر عام 1839. وقد تم التقاط هذه الصورة على ألواح من الفضة على يد المستشرق الفرنسي هوارس فيرني، ثم قام فيرني بنقشها على ألواح الفضة، لذلك ظهرت أقرب إلى الرسم بعض الشيء. محمد علي باشا هو أول شخصية في تاريخ إفريقيا والشرق تلتقط له صورة فوتوغرافية، وكان ذلك عام 1839. وعندما رأى محمد علي الصورة علق قائلا: هذا من عمل الشيطان. Thank you.